هاي جاسم وهاي عبد الله. جاسم يحب السفر وايد، وعبد الله بعد يحب يسوي نفس الشيء. اثنينهم سافروا لندن في الصيف. جاسم سافر مرتاح البال وما فعل باقة التجوال لأنه عنده بيل مانجر يتكفل بكل شيء. علشان كذي كان ماخذ راحته وينزل صوره وأخباره على السوشيال ميديا ويتكلم مثل ما يبي بسعر تعرفة التجوال العادية. ولما وصل استهلاكه لين 100 ريال بيل مانجر فعل له باقة التجوال تلقائيا ووصل له 1 جيجا بايت بدون أي مصاريف إضافية. بعد عبد الله نسي يفعل وما عنده بيل مانجر وكان ينزل صوره على السوشيال ميديا ويتكلم على جواله مثل ما يبي، ولكن كان يستهلك 1 جيجا بايت انترنت تجوال بالتعرفة العادية. ولما عبد الله وصل الدوحة كان في استقباله صدمة الفاتورة. المرة الجاية عبد الله ما راح ينسى يحول لباقات رد مع خدمة بيل مانجر. هلا عبد الله، عندك خبر ان خدمة بيل مانجر من فودافون تحميك من صدمات الفواتير اللي تجيك من مصاريف التجوال؟ كل اللي عليك هو انك تحول باقاتك الى باقات رد من فودافون وتجنب صدمات الفواتير على طول. فودافون، القوة بين يديك.